توقع استمرارية لإخوان براون يقعد فترة مع الإسماعيلي؟ يعني الإسماعيلي دايما بيغير مدرب زي كده. صباح الخير. صباح الخير. نغير مدرب. توقع إخوان براون؟ أتمنى ده، بس أتوقع لا، أتوقع مش هيكمل، مش هيفي استمرارية بالنسبة له. ما أتمناش ده، أتمنى المهندس هيكون يديله يعني فترة كفاية إنه يقدر يتعرف على اللعيبة، يقدر يجيب لعيبة كويسة، ويقدر يعني يجيب لعيبة خبرة زي ما عبد الله بيقول. لعيبة الإسماعيلي ما عندهاش خبرات دلوقتي كفاية، والناس كانت بتمشي، عناصر مهمة وعناصر خبرة كانت بتمشي، ما كانوش بيجيبوا البديل المناسب. اتمنى مهندس يحيى الكومي لو سمعنا ان هو يدي فرصه لاخوان براون يبقى موجود فتره كبيره، لانه لسه جايبه. لكن اعتقد في ظروف الاسماعيلي مع النتائج السيئه والتصريحات اللي طلعها لمهندس يحيى الكومي اول ما مسك ان انا هدي الكابتن طلعت يوسف ماتشين ثلاثه لو خسرهم هيمشي. فاعتقد المهندس يحيى الكومي لو تفكيره ده مع المدرب الجديد مع اي هزه وخسائر وتعادلات هيمشيه برضه. فاعتقد هو نفس الفكر، واعتقد ده مش هيساعد نادي الاسماعيلي في التقدم او ان يحقق نتائج كويسه. اتمنى اسماعيل طبعا التوفيق ويبقى في عنده استقرار اكتر من كده، وزي ما عبد الله قال ان يجيبوا لعيبه في يناير، لعيبه خبره، لان في ناس كتيره مشت من الاسماعيلي كانت عناصر مهمه وما دعموش بالدعم الكفايه، فبدا اللعيب الصغير يطلع مع نادي اسماعيلي ما ليش حد يسنده. اللعيب الصغير محتاج حد كبير خبره، يعني عبد الله وطلع كان في محمد صلاح وكان في محمد صلاح وجريشه وكان في حمص، كان في لعبه كبيره موجوده كانت تسند عبد الله وعبد الله السعيد والمجموعه اللي هي اللي كانت طالعه ساعتها وكانت مبشره يعني. فاعتقد ان كل جيل لازم يسلم الجيل اللي وراه. اعتقد الاسماعيلي محتاج عناصر خبره ومحتاج لعيبه تقيله، بس محتاج امكانيات ماديه زي ما عبد الله قال. مثلا لو النادي هيعرض عليا رقم بتلاقيني باخد 3 4 اضعاف في نادي ثاني في بيراميدز وفي فيوتشر، فانا هختار العرض الاكبر مالي بالنسبه لي يعني. مزبوط. فاعتقد ان وجود مهندس يحيى الكومي كرجل اعمال، هو كان جه اتكلم في حته الاستثمار في النادي والمشاريع ممكن يقدمها للنادي وكده، فاعتقد ان فرصه كويسه وجود يعني. هو راجل انا اتعاملت معاه كرئيس نادي في 2006 وكان عبد الله موجود معانا في الفريق، قدر يجيب لعيبه كويسه، قدر يدعم بلعيبه كويسه جدا، جاب عناصر خبره، جاب محمد فضل، جاب هاني سعيد، كان موجود سيد معوض، كان موجود معتصم، جاب نانا كنت انا موجود مع احمد سمير فرج، جاب مجموعه كبيره، عمل تيم محترم في وجود بقى عبد الله الصحيح السعيد وعبد الله الشحات وحسن عبد الرب اللي هم النجوم الاسماعيلي بقى اللي احنا رحنا عليهم. كانت فرقه ساعتها زي اللي انت قلت عليها، كنا بنكسب الاهلي عادي 3 في استاد القاهره ما فيش مشكله عادي، 1-0 عندنا بجول فضل عبد الله في استاد الاسماعيليه، فكنا عاملين نتائج ايجابيه كويسه جدا. كان في ناس ليها اسماء كبيره في الدوري، بس ما كانش فيه دلوقتي، ما كانش فيه بقى دخول بيراميدز ولا فيوتشر ولا الانديه اللي هي عندها قوه شرائيه كبيره. فاعتقد دلوقتي في صعوبه بالنسبه للاسماعيلي ان يجاري الانديه دي.